صحة إعجازه. هذا يهودي. النصارى إبراهيم اليازجي وخليل مطران. إبراهيم اليازجي أحد أكبر أدباء النصارى في القرن التاسع عشر، أسند له النصارى لعلمهم ببلاغته إبراهيم اليازجي على اليمين وخليل مطران على الشمال. أسند النصارى ووالده نصيف اليازجي، والده أديب كبير أسد إليه أيضا ترجمة الكتاب المقدس، وأسد أيضا إلى إبراهيم اليازجي ترجمة الكتاب المقدس العربي. يعني رجل يثق النصارى ثقة بالغة في علمه باللسان العربي وفصاحته. يقول وخليل مطران، خليل مطران أيضا من أكبر بلغاء القوم، وسمي ب وهو لبناني سمي بشاعر القطرين، شاعر لأنه شاعر يعني أشعر شعراء لبنان ومصر، وبعدما توفي شوقي قيل هو أشعر شعراء العرب. وقال فيه، قال طه حسين في شعر مطران، قال وهو يخاطب خليل مطران، قال إنك زعيم الشعر العربي المعاصر وأستاذ الشعراء العرب المعاصرين. وقد تتلمذ هو أيضا على اليازجي، شاعر كبير جدا. ماذا يقولان؟ يعني أشعر شعراء النصارى العرب وأكبر أدباء النصارى العرب، وبالذات إبراهيم اليازجي نصراني متدين يعني، وقد وصفه رشيد رضا بأنه إنسان مغرور، يعني ليس إنسان يعني إنسان عنده احتساس بنفسه وبحاله. يقول الرافعي في كتابه إعجاز القرآن، يقول وصرح لنا بذلك بإعجاز القرآن أديب هذه الملة الشيخ إبراهيم اليازجي الشهير، وهو أبلغ كاتب أخرجته المسيحية، وقد أشار إلى رأيه ذاك في مقدمة كتابه نجعة الرائد، وكذلك سألنا شاعر التاريخ المسيحي الأستاذ خليل مطران ولا نعرف من شعراء القوم من يجاريه، فأقر لنا بمثلها ما أقر به أستاذه اليازجي، والأمر بعد إلى العقل المنصف، والعقل المنصف ليس له دين إلا الحق، والحق واحد لا يتغير. هذه شهادة قريبة من رجال بلغوا أعلى مقامات إتقان اللغة العربية ولا يشتبه في تعاطفه مع الإسلام، وقوم يقدرهم النصارى حتى أسندوا إلى أحدهم ترجمة الكتاب المقدس. الآن أمين نخلة، أنا يعجبني اعتراف أمين نخلة هنا. أمين نخلة صاحب هذا الرجل، تعرفون كتاب الأعلام للزركلي، هذا يتحدث فيه عن أعلام العرب والمستعربين والمستشرقين، له تتمة كتبها أحد اسمها ذيل الأعلام، يقول فيها عن أمين نخلة وهو رجل كان في عضوا في مجمع اللغة العربية، يعني الحيثية هنا محترمة جدا. يقول فيه في وصفه شاعر ابن شاعر، يقال إن أمير الشعراء أحمد شوقي أقره على إمارة الشعر بعده، وقد انتخب عضوا بمجمع اللغة العربية. نصراني، يقال إنه أشعر الشعراء بعد شوقي وعضو في مجمع اللغة العربية، حيثيات تؤهله إلى أن يؤخذ كلامه بجدية. يقول في خاطرة تحت عنوان الكتاب المعجز في مؤلفه في الهواء الطلق تذكرات ونجاوي، يقول ما قرأت في القرآن قط، وتلقتني تلك الفصاحة من كل جهة، وشهدت ذلك الإعجاز الذي يطبق العقل، إلا صحت بنفسي إنجي ويحكي فإنني على دين النصراني. رجل يعني إيه يصدمه إعجاز القرآن حتى تستعيد له وعيه، فيقول أنا نصراني يعني، فعلي أن أنتبه أن أتخذ مسافة من القرآن. وكذلك كان يفعل العرب القدماء عندما كانوا يحرصون على أن يضعوا أصابعهم في أذانهم وأن يدعوا الآخرين إلى أن يفعلوا نفس الشيء، خوفا من فصاحة القرآن أن تدهمهم فتستلب عقولهم. فارس شدياق بروتستانتي لبناني، لما أسلم صار اسمه أحمد فارس شدياق، القرن التاسع عشر، من أعظم بلغاء العرب في عصره، صاحب كتاب الفرياق. هذا الرجل
لثقة النصارى العرب في تمكنه من اللغة العربية أسندوا له ترجمة الكتاب المقدس. ولما أسلم سافر إلى تركيا ثم سافر إلى تونس بعد ذلك، لما أسلم أخفوا هذه الترجمة، لكن من المعروف أنه كل الناس تشهد لهذا الأمر. وصفه كورنيليوس فان دايك، أشهر ترجمة عربية للكتاب المقدس هي ترجمة فان دايك. ثم هناك ترجمات حديثة أخرى كثيرة، ترجمة الحياة وغيرها، لكن أشهر ترجمة المعيارية الآن هي ترجمة فان دايك. قام بها هذا المستشرق كورنيليوس فان دايك، يقول في وصف شدياق أحمد فارس شدياق: الأديب الشاعر اللغوي الكاتب البليغ، ولغته من أحسن ما كتبه المتأخرون نثرا في اللغة العربية في عصر النهضة الأخيرة. نصراني متدين يثق قومه في نصرانيته وولائه للنصرانية، أسند إليه تأليف الكتاب المقدس. ماذا فعل هذا الرجل؟ أسلم. حاول في زمانه أحد النصارى اسمه رزق الله أن يعارض القرآن، فكتب كتاب اسمه نفثات يتحدى به القرآن. فماذا كان؟ رد عليه أحمد فارس الشديق فقال: إن هذا السفيه قد أشعر إشعارا ظاهرا بأنه قادر على تحدي القرآن، وهو أعجب شيء من جنونه وهوسه، وقد حان الآن أن نظهر جهله باللغة والصرف والنحو وغير ذلك، ليعلم فيما قصده من تحدي القرآن أنه مجنون جنونا مطبقا. مجنون؟ هل أنت تريد تتحدى القرآن؟ قال له: أنت مجنون. هذه شهادة من رجل في أعلى مقامات البيان في عصره، يشهد له بذلك المسلمون والنصارى. وهذا كتاب له اسمه مماحكات التأويل في مناقضات الإنجيل، يرد فيه على الإنجيل وبين ما فيه من مناقضات. المستشرقون هذا جوزيف شارل ماردروس، أسدت إليه وزارة الخارجية الفرنسية إعداد ترجمة لصور من القرآن. يقول في المقدمة، وهذا كلام نقله رشيد رضا، ولأنني عندي دائما إشكال في النقول فرجعت إلى النص بالفرنسية في ترجمته فوجدت ما نقل صحيح يعني، ونقلته في الكتاب الأصل الفرنسي. يقول: أما أسلوب القرآن فهو الأسلوب الخاص بالله، وبما أن الأسلوب يمثل جوهر الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب، فلا يمكن أن يكون هذا الأسلوب إلا إلهية. والحق الواقع هو أن أكثر الكتاب شكا وارتيابا قد خضعوا لسلطان تأثيره، وإن سلطانه على 300 مليون مسلم المنتشرين على سطح المعمورة لبالغ الحد الذي جعل أجانب المنصرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة محققة ارتد فيها أحد المسلمين الآن. يعني في حتى القرن 19 كان أعجب شيء أن يتنصر مسلم، كانت حالة غير طبيعية في زماننا طبعا، مع ما شاء الله وزارات التعليم العربية المبارك فيها ووزارة الإعلام، فنخرت في الوعي الشباب وأنشأت جيلا هشا، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك أن هذا الأسلوب الذي طرق في أول عهده آذان البدو كان نثرا جد طريف كامل الروعة، يفيض فيه اتساق نغم ونسق مسجعة، لفعله أثر عظيم في نفس كل سامع يفقه العربية. لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر أن يحاول الإنسان أداء تأثير هذا النثر البديع بلغة أخرى، وخاصة الفرنسية الضيقة والصلبة والشديدة. وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية مثل جميع اللغات العصرية ليست لغة دينية، وما استعملت قط للتعبير عن الألوهية. أختم بهذه القصة بين المستشرق فينكل وكامل كيلاني. كامل كيلاني أديب عربي معروف مهتم بصورة كبيرة بأدب الأطفال، رجل له باع كبير في أمر اللسان العربي. يقول في مذكراته عن أستاذ، ويقول: كنت مع الأستاذ فينكل وهو من المستشرقين، وكان بيني وبينه صلات أدبية وثيقة، وكان يأخذ برأيي في كل المشكلات التي تقابله في الأدب لما يعتقده في من الصراحة. في ذات يوم همس في أذني وقال: خبرني عن رأيك بصراحتك المعهودة، أم من يعتقدون إعجاز القرآن أنت؟ أم لعلك تجاري جمهور المسلمين الذين يتلقون هذا كابلا عن كابل؟
وابتسم ابتسامة كل معانيها لا تخفى على أحد، وهو يحسب أنه ألقى سهما لا سبيل إلى دفعه، فابتسمت له كما ابتسم لي. يقول بعد ذلك: وقلت لكي تحكم على بلاغة أسلوب بعينه يجب أن تحاول أن تكتب مثله أو تقلده، فلنحاول ليظهر لنا أنحن قادرون أم عاجزون عن محاكاته. فأمسك بالقلم وأمسكت به، فكتبنا نحو 20 جملة متغايرة الأسلوب يعبر بها عن هذا المعنى. فقال مبتسما ابتسامة الظافر الواثق، كان التحدي كان حول تعبير عن امتلاء جهنم. فقال له: نتحدث في هذا الموضوع وكل واحد يكتب كيف نعبر عن امتلاء جهنم. أنت تحاول، جربنا 20 محاولة فننظر، يعني نختبر هذا الأمر. فقلت مبتسما ابتسامة الظافر الواثق: الآن تتجلى لك بلاغة القرآن بعد أن حاولنا أن نحاكيه في هذا المعنى. فقال: هل أدى القرآن هذا المعنى بأبلغ مما أديناه؟ فقلت: لقد كنا أطفالا في تأديته. فقال مدهوشا: وماذا قال؟ قلت: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. فصعق أو كاد وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة المعجزة، وقال: صدقت، نعم صدقت، إنه كلام الله. وضعه أمام الاختبار في معنى واحد من معاني القرآن، وقاله: جرب وجرب. وكان الرجل متحفزا أن يأتي بأمر عجب يسمو على أمر القرآن. فلما جرب في مسألة واحدة صغيرة صعق وأدرك أنه أمام كلام